الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مسار جديد للتعليم التكنولوجي ضمن خطة التطوير الشاملة. بوريس جونسون يقدم اليوم خطة البريكزيت النهائية إلى قادة أوروبا. الرئيس الصيني يؤكد وحدة البلاد في مواجهة التهديدات العالمية. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز كافة المشروعات القومية الجديدة في مجال التعليم العالي وإنشاء مسار جديد للتعليم التكنولوجي ضمن خطة التطوير الشاملة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير التعليم العالي لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة تضع تطوير التعليم بشقيها الجامعي وقبل الجامعي على رأس أولوياتها. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون. وتعهد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في باريس بتقديم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان. وأعلن ماكرون دعمه لرفع اسم السودان من قائمة العقوبات الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 10 مسلحين عقب هجوم عنيف على قاعدة عسكرية تنتشر فيها قوات أمريكية خاصة. وذكر بيان عسكري أمريكي أنه تم تنفيذ ضربتين جويتين على مواقع لحركة الشباب الإرهابية التي أعلنت مسؤوليتها عن هجومين انتحاريين استهدفا قوات أمريكية وأوروبية. يكشف اليوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطته النهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب صحيفة تيليغراف فإن جونسون سيقدم الخطة اليوم لزعماء الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تعتمد على إنشاء منطقة اقتصادية تشمل أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهو ما يسمح بمرور المنتجات الزراعية والغذائية بينهما دون فحص على الحدود. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده مستعدة لكل التحديات، وفي مستهل انطلاق الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين قال بينغ إن الصين ستمضي قدما في خططها للتنمية، وإنه لا توجد أي قوة في العالم يمكنها منع الصين من الحفاظ على مكتسباتها. تأتي هذه التصريحات في ظل الصراع مع الولايات المتحدة في إطار الحرب التجارية بين البلدين. أعلن رئيس بيرو مارتن فيسكارا حل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بسبب تدخله في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وقال فيسكارا إن البرلمان يعرقل إصلاحاته المناهضة للكسب غير المشروع، كاشفا أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة. وكان نواب المعارضة قد اتهموا في جلسة عامة الرئيس فيسكارا بتجاوز حدود الدستور. نهاية هذا الموجز. للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.